مسيرة في مدينة طرابلس شمالي لبنان وترقب للتظاهر وسط بيروت تحت اسم أحد الإسرار. هدوء حذر في العاصمة العراقية بعد مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين أوقعت قتلى ومصابين. للمرة الرابعة في 4 أعوام انتخابات برلمانية في إسبانيا و37 مليون شخص لهم حق التصويت. عشرة صباحا التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. انطلقت مسيرة في مدينة طرابلس شمالي لبنان للاعتصام أمام منازل الشخصيات السياسية بالمدينة في وقت تسود فيه حالة فوضى في الأسواق مع ارتفاع أسعار سلع أساسية، كما ينظم اللبنانيون مظاهرات أطلقوا عليها اسم أحد الإسرار للتأكيد على ضرورة تحقيق مطالبهم، أبرزها هي حكومة إنقاذ من تكنوقراط ومحاسبة الفاسدين وانتخابات نيابية مبكرة. عاد الهدوء إلى العاصمة العراقية بغداد بعد ليلة من الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية والتي استعادت السيطرة على جسري الجمهورية والسنك وأخلت ساحة الاعتصام في منطقة الخلاني. وأفادت مصادر عراقية بصدور قرار أمني بفتح جميع الجسور في بغداد باستثناء جسر الجمهورية وحصر المظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة. في سياق متصل أعلنت مصادر عراقية مقتل 6 أشخاص خلال فض هذه الاحتجاجات. وجه الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، وطلب هادي بترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع والموقع بنودها في العراق في الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة إلى عدن في غضون 7 أيام وتوحيد جميع التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه. انطلقت اليوم في إسبانيا الانتخابات البرلمانية الجديدة حيث يحق لنحو 37 مليون ناخب المشاركة وذلك للمرة الثانية هذا العام. ورجحت استطلاعات الرأي فوز حزب العمال الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز بأكبر عدد من الأصوات، لكن من غير المرجح أن يحقق أغلبية لتشكيل الحكومة. في سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المباحثة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتقدم بشكل جيد جدا. وقال ترامب للصحفيين في قاعة أندروز الجوية إن التقدم الذي جرى إحرازه في المحادثات كان أبطأ مما كان مخططا له، مؤكدا أن بلاده لن تبرم اتفاقا إلا إذا كان يحقق أفضلية كبيرة لواشنطن. نهاية الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري actionnews.tv. إلى اللقاء.